العصمة معناها الحفظ، المعصوم هو المحفوظ، ولا يحفظ أحد إلا بحفظ الله تبارك وتعالى، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي فسرها فقال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله. الواحد منا لا يستطيع أن يتجنب المعصية إلا أن يعصمه الله تعالى منها. لولا أن الله تعالى حفظنا من أن نقع في معصية ما لكنا وقعنا فيها. ولا قوة إلا بالله، أي لا قوة على طاعة الله إلا بعون الله. لا تستطيع أن تفعل الخير والطاعة إلا بعون الله. لولا أن الله تعالى أعانك على ذلك لما استطعت أن تفعل شيئا من هذا.